الدرس السادس قال شروط الصلاة. شروط الصلاة، وشروط جمع شرط، وهو لغة العلامة، الشرط لغة العلامة. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. والشرط اصطلاحا هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، ده أقوى تعريف للشرط، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. يعني انت لو دار تصلي لازم تكون طاهر تتوضا، او لو في عذر تتيمم. لو ما تيممت او ما توضيت، ما تيممت لو في عذر او ما توضيت، انت صلاتك دي بتكون شنو؟ باطله، ما صحيحه. يبقى يلزم من عدم وجود الشرط العدم. لو ما في الوضوء معناه الصلاه شنو؟ ما في. لكن لا يلزم من وجوده الوجود. هسه لو زول يتوضا ساي بس كده قام من النوم يتوضا، هل بنقول له واجب عليك تصلي؟ ما واجب. يبقى لا يلزم من وجوده شنو؟ الوجود، لكن يلزم من عدمه العدم. فده المعنى. شروط الصلاة وهي تسعة، تسعة شروط. وقبل ما نخش فيها، في شروط وأركان وواجبات ومستحبات، أربعة شروط وأركان وواجبات ومستحبات. وعند المالكية بيذكر ألفاظ كلفظة الرغيبة وكلفظة سنة مؤكدة إلى آخره من الأمور التي يذكرونها. طيب، وسنة مؤكدة دي ما عند المالكية فقط، لكن في النهاية عندهم ألفاظ بيستخدموها في الفقه، يعني من باب البيان يبين بها للناس الأحكام أو بعض الأحكام. وإن كان بعض هذه الأمور فيها خلاف بين العلماء، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه بعض الخلافات. شروط الصلاة وهي تسعة. الشرط هنا قبل العمل، يعني التسعة ديل قبل ما تخش في الصلاة. لما تجي تخش في الصلاة بعدها بتجي الأركان وبتجي الواجبات وبتجي شنو؟ المستحبات. طيب، قال الإسلام، لأنه الله ما بيقبل الصلاة من شنو؟ كافر. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والعقل، لأنه المجنون ما عليه شنو؟ تكليف. والتمييز، أي يميز. واستدل العلماء على التمييز بالحديث مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، وسبعة دي ما بالغ، لكن شنو؟ بيميز، عشان كده التمييز، ما البلوغ، التمييز. ورفع الحدث، الحدث الذي يكون في البدن، الحدث يا إما حدث أكبر زي الجنابة، زول جنب قام واجب عليه غسل، احتلم أم الزوج، المهم عليه غسل، ده حدث أكبر. ولا حدث أصغر كأن ينتقض وضوءه بأن ينام أو يخرج منه شيء من السبيلين إلى آخره من نواقض الوضوء التي سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. الحدث الأكبر يزال بالغسل، وإن لم يوجد الماء أو تعذر بالتيمم. والحدث الأصغر يزال بالوضوء، وإن لم يوجد الماء أو تعذر استخدام الماء لعذر فإنه شنو؟ يستبدل بالتيمم. ده الحدث. الخبث بيكون في الخارج، الخبث ده يا إما بيكون في الثوب، يعني زول في نجاسة في ثوبه ما بيقولوا ده حدث، بيقولوا خبث. ولا في المكان الذي يصلي فيه.
أنت مأمور بطهارة ثلاثة أشياء: المكان الذي تصلي فيه، والثوب، وطهارة البدن. ذيك بالوضوء وقبليه والغسل، وده بطهارة الجسد الثوب لإزالة النجاسة، وده الثالث ده إزالة النجاسة برضو من شنو؟ من المكان. طيب، قال هنا: ورفع الحدث. الحدث يعني انت لو عليك غسل تغتسل، ولو ما عليك غسل تتوضأ، في النهاية انت تكون متوضئ. وإزالة النجاسة كما ذكرنا من هذه المواضع، وستر العورة، لأنه أجمع العلماء على أن الذي لا يستر عورته فإن صلاته باطلة. ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى، أبو عمر ابن عبد البر، وهو من علماء المالكية، وهو من علماء المسلمين عامة، صاحب كتاب التمهيد. الغريب الصوفية بيقولوا نحن مالكية في البلد دي، ومخالفين الإمام مالك في العقيدة ذاته. هسه تقول لهم حديث، حديث في الموطأ، في الموطأ باب العتق، حديث معاوية رضي الله عنه، مش معاوية بن أبي سفيان، إنما معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، لما أرسل جارية، والحديث ذا في الموطأ وفي صحيح مسلم، لما أرسل جارية مع غنم له ترعى الغنم، ففقدت ماعزا، فأتت قال: فأصابني ما يصيب البشر، يعني من الغضب، فلطمتها. لكن الصحابة كما قال الله تعالى عن أهل التقوى، والصحابة من أهل التقوى لقوله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. الصحابة والزول التقي دائما لما يغلط طوال شنو بيرجع: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. طوال دار اعتقى، لكن قبل ما يعتقى جل الرسول عليه الصلاة والسلام فأمره أن يأتي بها، فلما جيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألها سؤالين: قال: أين الله؟ ده السؤال الأول. قال: لا، أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. الرسول حكم عليها بأنها شنو؟ مؤمنة. أصلي بكفرك، كان قلت الله في السماء بكفرك. والحديث في الموطأ، وابن عبد البر صاحب التمهيد الشرح الموطأ وصاحب الاستذكار قال: أجمع علماء الحديث واتفقوا على صحة هذا الحديث. ما فيه اثنين، ده صحيح بضعفوا الصوفية في الزمن، يأكلوا القرض ويضعفوا وضعفوا الحديث. وقول لنا انتوا بتسمنوا وبتضعفوا الحديث يا زول. انا وازن انا سمان ذاته، ده زديري ساي بعد شوية بقلع وتاني يمكن ما البس ذاته. معقولة يا اخي؟ انتوا بتسمنوا وتضعفوا الحديث، كلام فارغ ساي، ده كلام بتاع علماء، وده المالكية. احنا ما دارين والله نضحك ولا كذا، لكن ده كلام علماء، وده في الموطأ. عشان كذا الصوفي بيزوغ من عقيدة الإمام مالك، بيقول الواحد تزاله يقول لك: أنا مذهبي مالكي وعقيدتي أشعري، أيوة، وطريقتي تجاني. أحسن واحد في الثلاثة ذي منه كذا خلاه أبو الحسن قبل ما يرجع ذاته. أحسن ياتو أحمد التجاني، ولا أبو الحسن الأشعري، ولا الإمام مالك ابن أنس؟ أحسن ياتو مش مالك، الإمام مالك نحسبه والله وحسيبه. طيب،
انت ليه شلت من مالك الفقه وفي طريقة الدين زغت منه وجدت لأحمد التجاني، وفي العقيدة الأعظم من الفقه خليت الإمام مالك وخليت الشافعي وخليت الإمام أحمد وخليت الإمام أبا حنيفة، ديل جد خليتهم ومشيت لأبي الحسن الأشعري قبل ما يرجع للمذهب الحق ذاته، وما رجع في النهاية، لكن قبل ما يرجع هو رجع ذاته قال له أنا خليت الدرب ده، أبو قال له لا بس احنا دارينه كده وانتسبوا له وإلى الله المشتكى. المهم ناس ويا أخي على الله الأئمة الأربعة وغيره، أمس راجع الفتاوى الليث بن سعد والأوزاعي، وديل أعلم ديل من أعلم أهل الأرض زي ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى أن علماء تابعي التابعين في الدنيا الأربعة هم، قال مالك ابن أنس في الحجاز، والأوزاعي في الشام، وسفيان الثوري في العراق، والليث ابن سعد قال في مصر، وفي رواية في الكوفة وهو في مصر. ده لا علم الناس في زمنه، عشان كده مالك الشافعي جدرس عنده، والإمام أحمد جدرس عند الشافعي، وأبو حنيفة القبل ديل قال ابن تيمية ما خالف أبو حنيفة العلماء في العقيدة، ما خالفهم في القدر ولا خالفهم في التوحيد، ولذلك ولا في أحكام الآخرة، ودل أئمة مجمعون على عقيدة صحيحة أجمع عليها قبلهم التابعون وقبلهم الصحابة، وكان عليها النبي صلى الله عليه وسلم ونزل بها جبريل من عند الله تعالى. العقيدة دي كلها صحيحة النظيفة، أنا أخليها أبقى بجاي تجاني وأبقى بجاي أشعري، طريق الأشعرية والطريق الكلابية والطريق الماتريدية داعين أبي منصور الماتريدين الماتريدي وبيجاي ديل وبيغادي ديلك، وأي زول عقيدة براو، أي زول يجيب له عقيدة ولا عقيدة المسلمين الحق، وأي زول يترك عقيدة الصحابة والله الذي رفع السماء، ده في النهاية درب ودرب نار. وفي الدنيا دي مش مصر بتزين له ويشوف نفسه على الحق، شوف نفسه أفهم زول، كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أدو الدليل وأدو الحق والهدى، قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، ديل الصحابة، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، قال ابن كثير نحسن له طريقته ونزينها استدراجا من الله تعالى ونصله جهنم وساءت مصيره. موضوع خطير جدا. طيب قال الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت، ودخول الوقت، انت ما بتصلي الصلاة إلا يدخل شنو وكتا. قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا شنو موقوتا. وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، عندها وقت معين، عندها وقت معين. وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. طيب لكن بعد ذلك انت لو مسافر في صلاتين مجتمعا في وقت وصلاتين مجتمعا في وقت، اللي الظهر والعصر، ممكن انت مسافر اثناء السفر تواصل في سفرك وبعدين تجمع شنو الظهر مع العصر، هناك جمع تاخير، ولو جمعت جمع تقديم صلاتك شنو صحيحه ما باطله، تجمع بعد ذاك المغرب مع شنو العشاء وتقصر
والقصر ما في الفجر ولا في المغرب، وإنما في الظهر والعصر والعشاء. الظهر والعصر والعشاء. والقصر تبدأ بعد تمرق من المدينة، مش في بيتك حتى أن تبدأ تقصر كذي، تقصر من 4 لركعتين، لا بعد تمرق من المدينة تفوت البيوت بعد ذاك تاني تقصر في الطريق. طيب، ولو مشيت بلد وقعدت فيها حددت الفترة، ماشي مثلا سافرت قلت ده اقعد 15 يوم هنا تجمع وتقصر لمدة 3 أيام بلياليها، فيجوز الجمع والقصر، وإن كان القصر موضع خلاف بين العلماء بين الوجوب والاستحباب، وذهب بعضهم إلى وجوب القصر. طيب، وإذا ما حددت سافرت وما حددت السفر، ما قلت أنا بقعد 2 3 أيام، ولكن تقصر لما تجراجع حتى لو فتت و إلى آخره، لأن الرسول قصر أكثر من 10 يوم صلى الله عليه وسلم. طيب، واستقبال القبلة، استقبل القبلة، ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وما بجوز لك تمش بلد انت غريب فيها ما عارف القبلة على وين، تجتهد براد طالما في ناس، وإنما تسأل هؤلاء الناس إن كنت لا تعرف ثم تصلي. أما النافلة فإنك تصليها على الدابة في السفر يعني، وإن استدارت الدابة خلاف القبلة فإنه يجوز صلاة النافلة. طيب، والنية نمرة 9، قال النية دار تصلي تنوي الصلاة، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، مش إذا قمتم للسفر، إذا قمتم إلى الذهاب إلى الأسواق، لا، وإنما قمت من أجل الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية في البخاري بالنية، بالنية لا بد تنوي. ذيل الشروط 9، ذيل شروط الصلاة، وهذا هو الدرس السادس.